برافو عليك يا ليفي، 10 على 10. على ايه يا فندم؟ عايز تعرف؟ يا ريت. عشان اللي انت عملته مع ساره. مش سعادتك اللي قلت لي اني لازم اكون صهيوني اكتر منهم؟ عشان انت التزمت باللي اتفقنا عليه، نفدت من الكمين اللي كان معمول لك. كمين؟ عزرا كان في البيت وانت هناك. عزرا؟ بعد ما خرجت بتلت ساعة تقريبا واطمنوا انك بعدت عن البيت خرجوا سوا. هما مين؟ سارة وعزرا، واكيد راحوا لصروف عشان يدوله تمام. مش فاهم. فاهم ان اليهود بيلعبوا يا ليفي. طب فهمني. لسه في شك حوالين شخصيتك. لحد دلوقتي؟ ولحد ما تروح اسرائيل كمان. يا نهار اسود. عزرا هو اللي بيشك فيك. هو عزرا ده انا مش نازل له منظور. لا مسألة مش مسألة استلطاف. المسألة أبعد من كده بكتير. إزاي يعني؟ لاحظ إنهم ما يعرفوش حاجة عنك. الحكاية اللي أنت قلتها لهم ثم صحيح اقتنعوا بيها، لكن تفضل نسبة شك لازم يتأكدوا منها. عشان كده كل ما تمالكت أعصابك وكل ما سيطرت على عواطفك وكل ما التزمت باللي احنا اتفقنا عليه، كل ده ما كان أأمن لك. يا ولاد ايه مالك؟ انت صدقت سارة؟ صدقتها؟ الا صدقتها؟ ده انا مش عارف اتملك نفسي لغايه دلوقتي. كويس ان ده حصل لك وانت في مصر. يعني طول ما انا في اسرائيل بقى مش لازم انام. معنى كده انك وصلت عندهم لمستوى لازم يتاكدوا فيه انك منهم 100%. صروف وشارل سامحون اللي انت هتروح لاسكندرية. انا صحيح ما عنديش معلومات مؤكدة، انما بالاستنتاج ممكن نوصل للحقائق. حقائق زي ايه يعني؟ زي ان شارل بالذات هو اللي هيقربك من اسكندرية لاسرائيل. وش معنى اسكندرية يعني؟ يعني ما اقدرش اقولك دلوقتي، انما بالتأكيد في حاجة مهمة هم بيدبروها هتسهل خروجك من البلد. الحاجة دي انت بنفسك هتعرفها في وقتها. ثم ان اسكندرية مينا واسعة، مراكب داخلة خارجة فيها، وكل مركب بتروح حتة. وده هيحصل امتى؟ بلاش تسأل السؤال ده. ليه؟ لانك ممكن تقعد فترة طويلة على ما يقدروا يخرجوك، وممكن يفاجئوك في اي لحظة. طب ايه المطلوب يعني ان انا اعمله دلوقتي؟ نتفق الاول هنتقابل ازاي في اسكندرية. انا مش عاوز اسافر. ليه؟ انا عاوز اشوف شريفة. شريفة كويسة، وطارق بومب واخواتك بخير. برضه أنا عاوز أشوف شريفة. الله، ما أنت هتشوفها. يا محسن بيه، مش ممكن. مش ممكن تكون سارة كدابة. شفت؟ جالك كلامي؟ هترجع سعادتك وتقول لي إن نقطة ضعف هي الجنس اللطيف، بس اللي حصل ما كانش نقطة ضعف. أمال كان إيه؟ كان إحساس. حط إحساسك في تلاجة. معرفش. امال لو شفت بنات شارل سامحون هتعمل ايه؟ يا بيتي كان دول اجمل من ساره بكتير. حلوين يا بيتي. حسك عينك. خلاص. لو انك وقعت في كمين زي اللي اتنصب لك الليله اديك في بلدك واحنا جنبك، انما في اسرائيل هتروح فين؟ حد المشنقه. بالظبط كده.